سي فوز العيادي مرحبا بك معنا من جديد على قناتنا تونس العقاريه تي في في المعرض هذايا والايام الثامنه ليكو كونستركسيون. كان تنجم تقول لنا التحدي جديد ونجاح جديد الايام هذيا، كان تعطينا اكثر. شكرا ومرحبا بكم في الايام الثامنه هذيا. من ناحيه التحدي بالفعل يعني الوضع والتحديات الاقتصاديه اللي عاشتها بلادنا والامنيه تخلي اللي تنظيم تظاهرات مختصة كان هذية من قبيل الحاجات المغامرات الصعبة. ثم برشا مواد جديدة تعرض لأول مرة وهي مواد تونسية، وثم مواد اللي تعرضت في السابق وبعد في التطبيق متاعها لقات صعوبات، يعني عملت فيها مؤسسات هذيك تطورات وتغييرات باش تأقلمت مع الوضعية. المرة هذية ركزنا على الجانب التطبيقي وعملنا حتى فضاء خاص للتطبيقات باش الناس تشوف يعني كيفاش نستعمل المواد هذية وشنو الخاصيات متاحة، تشوفها بشكل ملموس مش في عرض ولا في تصاور وكو. ركزنا على الناحية هذية. واحنا نزيد نشوفوا توا خلفنا تنظيم مش الدورة برك، مي تنظيم مجموعة من اللقاءات ومجموعة من المحاضرات. كنت تعطينا فكرة على المحاضرات المتقدمة. المحاضرات هي تدوم يومين، اليوم وغدوة، فيها ثلاثة جوانب. الجانب الأول هو الجانب التصور المعماري، يعني المهندس المعماري شنو نجم يضيف لنا في البناء الإيكولوجي. الجانب الثاني هو شنو المواد اللي نستعملهم، لأن كل مادة تدافع على نفسها لكن عندها استعمال معين وربما في حالات ما نستعملوهاش، نستعملوا مادة أخرى. الجانب الثالث هو احنا لاحظنا وذكرني بسؤالك الأول هو التحديات، لاحظنا اللي ثم برشا مؤسسات تعبة في الميدان هذا، ما قدرش تقع حظها في السوق، تقع في برشا صعوبات، تقع في منافسة من المواد الكلاسيكية بشكل كبير ياسر. سي فوزي سؤال آخر يعني بيتبدل الأذهان، احنا نحكيو على ليكو كونستركسيون، العقلية التونسية قبلت ليكو كونستركسيون ولا مازال ناقصة ريغلومونتاسيون، ناقصة حوايج باش تدعم العقلية؟ هو من ناحية العقلية يعني احنا راهو في الأصل جدودنا إيكولوجيين عايشين في الطبيعة، لكن بعد الصناعة لوثت لنا يعني تصوراتنا واختياراتنا وطريقة حياتنا. ندعو الدولة معناتها بهيكلها الكل بمؤسساتها الكل أنها تجتهد باش تسرع في الاختيارات، لأن الدولة من الناحية النظرية مع البناء الإيكولوجي لكن في الواقع البونو شاسع جدا. Je suis visiteur aujourd'hui, mais je suis visiteur particulier. Pourquoi je suis intéressé à avoir le contact avec le constructeur de bâtiments et aussi d'autres domaines. Pourquoi j'avais beaucoup de sociétés italiennes qui représentaient ici, en Tunisie aussi en tout le Maghreb, pour développer les nouvelles technologies en camp du bâtiment, en camp de l'écologie, de l'environnement et de l'éco-construction.